شارك وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر كوب 27 في الحدث الخاص بإطلاق مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام RSP، والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الإفريقي. وقد أوضح رئيس المؤتمر في كلمته بهذه المناسبة أن المبادرة سيتم تنفيذها عبر عدد من المحاور ممثلة في تعزيز العلاقة ما بين التكيف مع تغير المناخ وبناء السلام واستدامة السلام من خلال نظم غذائية مرنة مناخيا والدفع بحلول مستدامة لمشكلة النزوح بسبب تغير المناخ، هذا فضلا عن الإسراع بحشد تمويل المناخ لاستدامة السلام.